الآن خلينا نشوف الكاستنج، وهو الكونفرجن للداتا تايب. فخلينا نقول تايب كاستنج، فيم تايب كاستنج، ونقول خليني أعرف انت اكس تساوي، ولا اول شيء قبل ما نتكلم عن نشوف التايب كاستنج، خلينا نشوف الداتا السايز اوف داتا. فخلينا نقول ايش برينت اف، ونقول هنا الانتجر، هذا السايز حق الانتجر long unsigned، هذا الفانكشن اللي هي size of integer، size of integer. اوكي، ونبغى نعمل الفلوت والدبل واللونج. فممكن نقول هنا، او كمان ممكن نعمل الشورت. فهذه اقول هنا chain word short data type، او لا بل قبل الشورت نعمل الكار كاركتر. فهنا نقول الكاركتر، هنا ال short integer، وهنا integer، وهنا نخليها long integer. هنا هنعمل الفلوت، والدبل، ايش كمان؟ الكاركتر والانتجر واللونج والفلوت والدبل. هل بقي شيء؟ في signed والunsigned، ممكن نحط signed والunsigned. هنا نقول signed، وهنا unsigned. طيب يلا، هذي car short long float double signed unsigned. okay، الآن
اجي اقول له جي سي سي تايب ديف اوتبوت نخليه كاستنج. نقول كاستنج اوكي. نعدل البرينتينج نيو لاين نيو لاين او لا عندي طريقة احلى. اجي اقول نقطتين في كل الملف سيرش عن يو وبدلها ب يو نيو لاين على كل الملف. ليش كده؟ كده اوكي. كومبايل تشغيل. لاحظ الان الكاركتر 1 بايت، الشورت 2 بايت، الانتجر 4 بايت، اللونج 8 بايت، الفلوت 4 بايت، الدبل 8 بايت، الساينت انتجر 4 بايت والانسايند 4 بايت. اذا الانتجر والفلوت 4 بايت. طيب الان لاحظ لما ابغى اعمل كاست من داتا تايب الى اخرى، من انتجر الى لونج او من لونج الى دبل، من انتجر الى دبل او من انتجر الى فلوت، اذا كانت الداتا حجم الداتا عدد البيتس فت، بمعنى اذا كان اللي ابغى احول منه اصغر من اللي ابغى احول له فهو يحتوي، اذا ممكن نعمل الكاستنج بدون ما نخسر اي جزء من الداتا. ولكن إذا كان العكس، نبغى نحول من داتا حجمها أكبر زي من دبل إلى انتجر، من لونج إلى انتجر، من فلوت إلى شورت، من انتجر إلى كاركتر، فإذا كان حجم الداتا أكبر فهنا في احتمال إذا كان القيمة doesn't fit، ما مش ممكن انها تتخزن في نفس ال data type، بالتأكيد حنخسر الداتا، بالتأكيد حيكون في garbage، المحصلة النهائية حتكون اما انه الداتا corrupted واما انه جزء منها حيضيع، خاصة في القيم إذا كان أحول من float إلى integer أو من double إلى integer حيضيع الـ floating point. فخلينا نشوف هذا الكلام. الآن هذا حنعمل له comment. فنقول كومنت وإيش هنعمل؟ هنقول int x تساوي 10، فهذا variable، وأقول double y يساوي
مثلا لو ابغى اعرف الاكس هاقول دبل اكس. فايش اللي حصل الان؟ هذا الان هو التايب الجديد، وهذا الفاريبل من نوع انتجر من تايب قديم. فالان هذول الاثنين يصبحوا كلهم من الداتا تايب دبل. هذا الكاستنج يسمى explicit casting او الكاست الصريح، بحيث انه يحول الداتا مباشرة الى الداتا تايب اللي انا اختارها. ولكن في طريقة اخرى لعمل الكاستنج، وهي بهذا الشكل. مثلا اقول دبل واي، او عفوا دبل زد، يساوي 1.0 ضرب اكس. ايش اللي حصل هنا؟ في عملية ضرب ما بين انتجر وما بين دبل. 1.0 هي فلوت دبل، والعملية هذه هتحصل ما بين دبل او فلوت مع انتجر، فالنتيجة العملية هتكون بالحجم الاكبر للداتا تايب اللي هو الدبل، ويتخزن فيه الدبل. فهذا يسمى implicit casting. فالاولى explicit casting والثانية implicit casting. تعال نطبع هذا الكلام. printf ونقول هنا y تساوي float، وهنا نقول له y، وهنا نبدلها إلى z. وبعدين نعمل كومبايل من جديد ونشغل. لاحظ في كلا الحالتين عمل كاستنج صحيح لقيمة الاكس، الاكس بعشرة انتجر، حولها الى دبل. الطريقة الاولى كانت implicit explicit، والطريقة الثانية كانت implicit. اوكي، طبعا ممكن احول من تايب غير الارقام. كمثال car، لو قلنا int مثلا a تساوي 65، اوكي، بعدين قلت له a plus plus، او بلاش a، قلت car هتساوي a car، ايش car b تساوي 1. فهذا implicit casting، مش بس كمان implicit casting، ولكن لاحظ غير الداتا. يعني الداتا كانت 65 انتجر، فيروح يعمل لها increment بواحد، تصير 66، بعدين يخزنها في character b. وبعدين لما اجي اقول له printf واقول له اطبع لي الكاركتر b، فلاحظ طبع بي كابيتال.
لأنه 65 A capital في الـ ASCII table والـ 66 B capital في الـ ASCII table.